ازيكم البنات؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم طيبه. مرحبا بكم عندي في اول فيديو ليا على القناه. كيف كتشوفوا في العنوان ديال لا فيديو غنوريكم لي زارتيكل اللي وصلوني من سيد شين. درت هاد الفيديو باش تاخذوا فكره على الجوده والاثمنه ديال كل حاجه، وغنعطي رايي فيهم بكل صراحه. وبلا ما نطول عليكم، كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على جرس باش توصلوا بكل جديد غنحطوا على القناه، وتخلوا لي جيم او كومونتير. يلا دوزو نشوفوا الفيديو كاملين. كيف كتشوفوا حليت لا كوموند هنايا، كنبدا بهاد ليميل اللي كتشوفوا معايا هنا في الصوره ديالهم، حاطاه هنايا فيها الثمن وكيف كيجي في اللبسه. صراحه اللون ديالهم زوين، خارج هاد العام طوندونس في لي شوسور، صراحه تجي زوينه في اللبسه بالنسبه اللي رجليها ضعيفه. اما بالنسبه اللي رجلها شويه عامره ما جاتش، يمكن يعذبها شويه. هادو مشيطات زوينين صراحه، واخده منهم حتى انا. كيف كتشوفوا راني حطيت الثمن ديالهم زوينين، غير هما كيبغيو الشعر يكون مسرح يكون ليس. كاينين حتى هاد لي فوسيل كومبلي، بصراحه ما عجبونيش، ديجا مجرباهم كيجيو اوفر والعين ما كترتاحش فيهم. هاد لا شوميز ديال الرجال صراحه كتجي زوينه، وحتى الثمن ديالها زوين، والثوب ديالها حتى هو زوين صراحه. فيها هادوك السطيفات من هنايا، وحتى الثوب ديالها زوين صراحه صراحه. المهم راه خليت لكم سكرين ديال اي ارتيكل حطيت هنايا في الفيديو كيف كتشوفوا. بالنسبه اللي بغات دير سكرين راه على اليمين ديال الفيديو. هادو الغشاء ديال المخاد، بالنسبه للوليدات ولا هكا، حتى انا عندي منهم في شكيلات اخرين. المهم الثمن ديالهم هو هذا، صراحه تيجيو زوينين، حتى الثوب ديالهم زوين صراحه، كاليت ديالهم زوينه. كاينه حتى واحد مخده اخرى في الفيغ من ورا هادي. المهم نفس عندي فيها نفس الراي صراحه زوينه. الماكلة ديالهم للخدمة أو الوليدات اللي في المدرسة كتبقى فيه الماكلة في درجة الحرارة ديالها صراحة زوين، ما كبيرش بزاف وما صغيرش بزاف. حطيت هذا سكرين ديالو هنايا. بالنسبة للثمن ديالو داير 52 درهم، مزيان زوين. كاينين حتى هاد لي فوزونغل اللي كيبانو ناتوريل، واللون ديالهم زوين ديال تولي جوغ، يعني تقدر ديريهم حتى في الايامات العاديه، زوينين زوينين كيبانو طبيعيين في الشوفه. وكاين معاهم حتى اللصاق ديالهم، وهذا مبيرد صغير مبرد صغير هو كيجي معاهم. هادي بوشيت ديال الباسبور، اللون ديالها زوين بالنسبه للبنات، هاد اللون الغوز زوين. وكاين حتى النواغ ديالها هنا، جربت لكم الباسبور كيف تيجي في البوشيت مزيان.
كاين حتى هاد لي فوزونغ اون روج جايين كاملين سامبل، الا شي وحيدين اللي فيهم موتيف ديال الغازيل زوينين، حتى هما باللصاق ديالهم والمبرد صغيور معاهم. شين دايره هاد الميزه زوينه بزاف، كتصيفط معاهم حتى المبرد صغيور ديالهم واللصاق ديالهم، يعني مزيان هاد الميزه. كاين هاد لي شوسيت خمسه بيهم، فيهم هاد لا بارتي ترانسبارونت، فيهم هاد اللوينات زوينين، حتى ثمنهم مناسب، فيهم الوان زوينين. هذا كولي ديال المشيشات، بالنسبه للي بغات تهلا في مشيشاتها كيدير الصوت وزوين. هذا اشارب صغير، ما ماشي كبير بزاف، ولكن بالنسبه للي بغات ديرو على شكل نيفيا ولا بوندو، يعني غير صغير، ما كبيرش بزاف. كيف كتشوفوا في الفيديو راه كيبان صغير، حتى لي كولور ديالو زوينين بالنسبه لابيتي تلبسي شي حاجه سامبل وتديري معاها مزيان. هنا عندنا بروس نيتوايونت ديال الوجه، فيها جوج ريوس، بلاصه كتقومي بها هي هادي، وهادي بلاصه كتنظفي بها الوجه بحال الشيتا كيف كنشوفو هنا، مزيانه. هذا خلخال ديال الرجل مزيان زوين، بالنسبه لرجلاتهم ضعاف يجيهم زوين مزيان. كيف كتشوفوا في الصوره كيبان كيفاش كيتلبس، يعني معروف كيفاش كيتلبس، حتى ثمنه زوين. هنا كنت غادي نهضر على هاد البيريكس، عقلت نخليهم هما الاخرين باش نهضر عليهم مزيان. عندنا هاد الساك زوين صراحة، وحتى الكاليتي ديالو زوينة كيبان ليا صحيح مزيان. انا الاغلبيه كناخد السيكان بزاف ماشيين صراحه، كيصدقوا ليا زوينين هما السيكان ديال شيين، تيبغوا يكون الثمن على الاقل اكثر، يكون اكثر من 50 درهم. الثمن ديالو راه باين، حتى الكاليتي ديالو راه باينه، غير من الهزه كيبان. هنا كاينه هاد البيجامه، هي واحد البيجامة اخرى، هذه من العرض ديال 180 درهم، كتاخدي جوج ارتيكل ب 180 درهم. صراحه راه باقا دايره شيين هاد لوفر، صراحه زوينه، حتى التوب ديالها زوين وكتجي زوينه في اللبسه. هذا السروال ديالها صراحه التوب ديالو مبرد ومريح، حتى في اللبسه مريح. هذه هي البيجامه اللي قلت لكم في العرض ديال دوز ارتيكل ب 180 درهم، مع البيجامه الاولى كتجي ميني فونتر، فيها سطيفات وفيها دونتيل من التحت، كتجي زوينه في اللبسه. و كيف كتشوفوا معايا كتجي قصيره شويه، حتى الكميمات ديالها زوينين، التوب ديالها زوين ورطب. هذا السروال ديالها كيجي عريض من التحت كيف كتشوفوا في الفيديو، كنوريكم لي ديتاي ديال كل حاجه باش تاخذوا فكره و
كونوا عارفين قبل ما تشرو الحاجة. هادو لي زيكستونسيون كيف كتشوفوا معايا في الفيديو، كيجيو طبيعيين ناتوريل بالمعقول، بحال الشعر بحال شعركم. حتى السيدة اللي خداتهم عجبوها بزاف، و حتى الثمن ديالهم مزيان، يعني ثمن مناسب وكيبانوا طبيعيين. حطيت الثمن ديالهم هنايا في الصورة، كيجيو على هذا الشكل، كيكونوا فيهم الوان على حساب اللون ديال شعركم، كتاخدو على حساب اللون ديال شعركم. السيدة خدات هذا اللون حيت قريب اللون ديال شعرها، هذا بيريك كيف كتشوفوا معايا، كيجي اونبالي هكا، كيديرو في ديك الشبيكة، حتى هو كيبان ناتوريل. واخا كتديري على شعرك ما تيبانش بيريك بالمرة، ما كيبانش. كتشوف الصورة ديالو والثمن ديالو حتى هو مناسب. غنخلي لكم فوتوغيال ديالو، كيفاش كيبان، وصراحة مخدوم مزيان، وحتى الفرقة ديالو كيف غتشوفو هنايا في الفيديو كتبان طبيعية، يعني بحال الا ديال بصح بحال الا الشعر ديالكم. اللي عجبني فيه هو حتى الثمن ديالو وثمن مناسب، يعني تقدر اي وحدة تشريه وكيبان طبيعي، يعني حتى الا طلع لك شعرك في راسك تقدري ديري. حتى بالنسبة اللي بغات تبدل لوك، كتكون خايفة تصبغ شعرها وبغات تبدل لوك، فيه لوينات بزاف، يعني اي لون بغيتي كتلقيه، اي لون صراحة زوين عجبني انا. انا كنوريكم هنا كيفاش كيبان طبيعي طبيعي بزاف. واي واحدة بغات تجربو كنصحها بيه. وهنا غنقول لكم السلام عليكم، نتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومرحبا بجميع التعليقات ديالكم. ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وديروا لي جيم، وبسلام عليكم.